بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حياكم الله وبياكم أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء لنأخذ يعني وقت قصير مع درس التفسير سورة العلاء. حياكم الله وبياكم، ما معنى وبياكم؟ حياكم الله من التحية، وبياكم وبياكم هل تسمعون وبياكم؟ حياكم الله وبياكم. البياكم هو المكانة، بوأكم يبوئكم، وحياكم الله وبوأكم المكانة العالية الشرف الشرف نعم المكان العالي وسام الشرف. وبياكم أو من المكان الله سبحانه وتعالى يقول لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا. نعم أيها الأحبة الكرام، سورة الأعلى هذه السورة مكية، نزلت في مكة وابتدأت بالتسبيح. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. سبح، التسبيح أيها الأحبة الكرام هو التنزيه، نسبح أي ننزه الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من التنزيه. سبح، وهنا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، سبح. سبح النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقراءة هذه السورة، كان صلى الله عليه وسلم يأمر بقراءة هذه السورة في الصلاة، ومنها صلاة الوتر. صلاة الوتر تبدأ الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وأيضا كان يقرأها في صلاة المغرب، ويأمر بقراءتها في صلاة العشاء صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني في يوم الجمعة. هذه من السنن، إذن هي سورة عظيمة تنزه الله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى هنا يا إخوة صفة العلو. إلى من تعود؟ إلى من يعود؟ إلى سبح اسم ربك، إلى الاسم الأعلى الاسم، أو ربك ربك الأعلى، أو الاسم الأعلى. من سيجيب؟ سبح اسم ربك الأعلى. إذن الأعلى تعود على الاسم أم تعود على ربك؟ طبعا المفسرون قالوا ذكروا الاثنين، قالوا يعني الأعلى اسم الله تعود على الاسم، ومنهم من قال ربك ربك الأعلى ربك الأعلى، ومنهم من قال اسم الله الأعلى اسم الله الأعلى. ولكن يعني جل العلماء يقولون أن الأعلى صفة للرب، صفة لمن؟ الرب. فالله سبحانه وتعالى الأعلى هو العلي، ولذلك العلماء يقسمون العلو إلى ثلاثة أقسام. علو قهري، علو ماذا؟ قهري، وعلو قدري. العلو القدري قوله تعالى وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. والعلي القهري قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. القاهر دائما أعلى، القاهر أعلى. عندما تقول هذا قاهر على المشرفين أو مدير على المشرفين، إذن هو قاهر عليهم. فالله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، أي أعلى على عباده. والأمر الثالث علو مكاني، علو مكان، المنزل والمكان. فالله سبحانه وتعالى فوق، الله سبحانه وتعالى في السماء،
وأدلة الأدلة كثيرة على أنه في السماء، ينزل ربنا في 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 في, في, في الثلث الأخير من الليل، نزول يليق به سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في السماء، إذن علو قدري وعلو قهري وعلو المنزلة والمكان. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى، هنا الخلق، وانظروا يا إخوة، طبعا هذه الصفة أو هذا الاسم لم يعني يشارك الله سبحانه وتعالى فيه أي مخلوق. الخلق والجعل، فجعلهم وخلقهم وجعل هنا ويجعل من يشاء عقيما. هذه الأشياء خاصة بالله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يشارك الله سبحانه وتعالى في بعض الأشياء، يعني يكون في مشاركة في البناء، في الصناعة، في العمل، لكن الخلق هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. فبدأ هذه الآية الذي خلق، الذي خلق ماذا؟ فسوى. صور، خلق فسوى، هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فسواه. ولذلك في سورة الانفطار، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، الذي خلقك فسواك فعدلك، قراءتين، فعدلك فعدلك. فلذلك هنا المعنى الذي الذي خلق فسوى توضح هذه الآية في سورة الانفطار، الذي خلقك فسواك فعدلك. الإنسان لا يوجد مخلوق أفضل من الإنسان. آدم عليه السلام يا أيها الأحباب الكرام كان يعني جمال، خلقه الله على أحسن تقويم. ولذلك الأمم يعني في الحديث الشريف أن المؤمنين يدخلون الجنة على يعني يشبهون أبوهم نبيهم آدم عليه السلام وأبوهم آدم عليه السلام. الذي يدخل الجنة يشبه من؟ النبي أبونا آدم عليه السلام في أحسن تقويم، خلقه الله سبحانه وتعالى بيده. فكيف؟ ولذلك بعض العلمانيين والليبراليين يقولون أن أصل الإنسان قرد، أن أصله قرد، وأصله يعني كان مخلوق آخر ثم تطور وأصبح سمكة وأصبح ديناصور وأصبح مخلوق آخر ثم أصبح هذا الإنسان. ولذلك بعض يقولون يعني بعض البشر يشبهون القرود، يقولون هذا لم يتطور وصل إلى هذا المكان ثم أصبح قردا، حتى القرد يقولون وهكذا. هذا لا يمكن، هذا كذب وبهتان على الله سبحانه وتعالى. لقد خلقنا في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم. الذي خلق فسوى، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل فأحسن خلق الإنسان، من قدمين ويدين وعينين وأذنين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ولقد كرمنا بني آدم، ولقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهو مكرم. وقال الله تعالى في سورة طه في على لسان نبي الله موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صور، خلقه ثم هدى، ليس فقط خلقه وانتهى الأمر، ثم هدى، ثم هدى، تفسره الآية الثالثة في سورة الأعلى: والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. تقدير وهداية، ليس الأمر فقط قدره ثم لم يهديه. الآن قدر أعماله، قدر رزقه، قدر رزق الإنسان وأعماله وخاتمته وبدايته ونهايته وعمله وحركته في هذه الدنيا، قدر فهدى. الهداية يا إخوة، الهداية، لو اجتمع أهل الأرض على أن يهدوا أو يعني يقوموا بهداية إنسان لا يستطيعون لولا هداية الله سبحانه وتعالى. الآن ننظر إلى الحيوانات،
خلقها فهداها. الحيوان الصغير يخرج من بطن أمه ثم مباشرة يبحث عن الضرع، ضرع الأم، عن الحليب. هو صغير أعمى لا يرى شيء، القط يولد أعمى ثم مباشرة يبحث عن ضرع أمه فهدى الذي قدر فهدى. هذا هو الهداية. كل الحيوانات، كل المخلوقات فيها تقدير وفيها هداية من الله سبحانه وتعالى. هنا الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، أخرج المرعى. أيضا هذه يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى. المرعى هو النبات الذي تأكله الأنعام ويأكله الإنسان. والذي أخرج المرعى، تجد يعني أنواع كثيرة من النباتات، من الفواكه، من الأشجار، من الكلا من الكلا الذي والذي أخرج المرعى. صور أخرجه اليوم يعني مطر واحد وماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه إشارات يا إخوة يعني تجعل الإنسان، إلا الإنسان المجنون الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا مجنون. يعني تفكر في مخلوق من مخلوقات، وأخلوق واحد فقط، النبات، ماء واحد وأنواع كثيرة من النباتات والكلى، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أنا صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. والذي أخرج المرعى يأكل منه الصغير والكبير والحيوان وجميع المخلوقات من هذه النباتات التي تنبت في الأرض. هذه لا يقضي عليها إلا الله سبحانه وتعالى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. صور الآن، أخرجه وأنبت وأثمر وأكل منه الناس وأكلت منه الحيوانات، ثم بعد ذلك جعله غثاء أحوى. الغثاء يا إخوة الشيء الذي أصبح الزرع أو النبات الذي ليس منه فائدة، خلاص انتهت منه الثمرة، أخذت منه الثمرة وأخذ منه الشيء الجميل ثم ترك، هذا غثاء. ولذلك البحر الذي يخرج أحيانا يخرج الأشجار ويخرج البلاستيك، هذا يسمى غثاء الذي ليس منه منفعة. البحر لا يقبل الشيء يعني القبيح فيه، يخرج كل شيء قبيح ولا يبقى فيه إلا الجميل. كذلك هذا الغثاء أحوى أسود، فجعله غثاء أحوى أي أسودا. كذلك يعني كل ما يخرجه البحر ليس منه فائدة، وأحيانا يكون لونه يعني هذا الساحل أسود وهذا الساحل أبيض، الذي أخرجه البحر أصبح ماذا؟ أسودا. كذلك هذا النباتات التي أخذت منها الثمرة وأخذ منها كل شيء طيب أصبحت غثاء أحوى. وهذا يعني هو أطوار الإنسان، يخلق ثم يعيش ثم يعبد الله ثم على أي حال كان بعد ذلك يعني غثاء أحوى، يموت ثم يبعث بعد ذلك. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من خالق غير الله؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. يا محمد سنقرئك. من حرص النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل فيقرئه القرآن فيخاف ويقرأ سريعا ويقرأ، يتابع المعلم، يتابع جبريل، كلما قرأ حرفا يتابعه، آية يتابعها. الله سبحانه وتعالى طمأن
النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا القرآن الذي يعني الآن يحرق في السويد، هذا الرجل العراقي الذي أحرق المصحف، رأيتم هذا في السويد؟ كيف يظن هذا أن إذا أحرق المصحف انتهى الإسلام وانتهى القرآن؟ لا يمكن، بل الآن بنيت مساجد في السويد بكثرة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وفتحت حلقات القرآن في كل مكان بسبب هذا. يعني يستهزئ ويسخر، لكن دين الله يتوسع وينتشر. ثم إن علينا بيان، هذا هو الحفظ، هذا هو البيان، بيان أي نشره وبين الناس. لا سنقرئك فلا تنسى، فلا تنسى هنا ليس لا تنسى يا محمد، ليس للنهي، هنا للإخبار، والمعنى فلن تنسى، المعنى فلن تنسى، إذا قرأته لا يمكن أن تنسى، لا يمكن أن تنسى، حتى لا يكون المعنى في أذهاننا أن المعنى فلا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى أو أنسي. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، بشر، ولذلك ينسى، قد ينسى، لكنه لا يذكر أو يأتي أحد من يذكره. ولذلك بعض يعني القصص أنه قرأ في صلى بالناس إماما ونسي آية، فقال أحد الصحابة هل يا رسول الله هذه الآية نسخت أو أنسيتها؟ فقال أنا ما نسخت ولا أنسيتها، أنا قرأتها. ثم سأل أبي بن كعب يا أبي هل نسيت هذه الآية؟ فقال نعم نسيتها. فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما نسخت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فإذا هنا إخبار وليس نهي، سنقرؤك فلا تنسى هو إخبار وليس إخبار، فلن تنسى، لا يمكن أن تنسى أو ينسى منه آية، إلا بإذنه تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، تمام؟ إلا ما شاء الله. وهذه هنا إلا ما شاء الله كما قلنا المنسوخ والذي نسخ حكمه وبقي لفظه أو بقي نسخت لفظه وبقي حكمه، هذه إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم المؤمن الصادق وغير الصادق، يعلم المنافق وغير المنافق، يعلم إنه يعلم السر وأخفى، إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. هنا التيسير يا إخوة، ونيسرك لليسرى، يعني الطريق الصحيح، طريق الهداية. الدين يا إخوة دين يسر، الدين يسر، والشريعة يسيرة جدا، وهذا الطريق الذي مشى عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو فيه يسر وفيه لين وفيه طمأنينة وفيه يعني حتى النهاية تصل بك إلى جنة، إلى رحمة الله، إلى الخير. كل هذا الدين فيه خير، ليس فيه صعوبة، ليس فيه مشقة على الإنسان. ونيسرك لليسرى، الأحكام التي أنزلت فاتقوا الله ما استطعتم، الأحكام التي في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا وسعها، فلذلك الدين يسر. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر ما إن مع العسر يسرى. ولذلك قال العلماء لا يغلب يعني عسرين يسر أبدا، اليسر دائما يغلب، اليسر دائما يغلب. ولذلك إن مع العسر يسرى، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. هنا عرف العسر، إذا عرفت الكلمة تصبح كلمة واحدة، إذا عرفت تصبح كلمة واحدة، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فأصبح عسر واحد. أما اليسر منكر فأصبح يسرين، فأصبح ماذا؟ يسرين، أن إذا كان هناك عسر هناك يسرين، هناك خير، إذا جاءت يعني عليك مصيبة أو حاجة هناك خير سيأتي، ليس خير واحد، يسرين، تأكيد من الله سبحانه وتعالى. ونيسرك اليسرى، فذكر، أنت ما عليك إلا التذكير يا محمد، فذكر إن نفعتي الذكرى، فذكر إن نفعتي الذكرى.
هنا يا إخوة قال العلماء يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بالتذكير فقط، الإنسان يبذل جهد ويذكر سواء نفع التذكير أو لم ينفع، سواء نفع أو لم ينفع. أحيانا تسأل يعني أنت بين الطلاب تعلمهم بين طلابك وبين زملائك أو في أي معهد آخر أو خطيب جمعة أو كذا، تقول أنا تكلمت كثيرا وصبرت ونصحت وقدمت كل ما بوسعي من أجل إصلاح هؤلاء الناس، لكن ما ينفع معهم. الله سبحانه وتعالى يقول فذكر إن نفعت الذكرى، سواء نفعت أو لم تنفع، أنت عليك التذكير فقط، ما على الرسول إلا البلاغ والهداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا قول العلماء فذكر إن نفعت الذكرى. القول الثاني بأن التذكير يكون في مكان يكون فيه المنفعة. إذا رأينا أن هناك منفعة في المجتمع مع الطلاب الذين يدرسهم نقوم بتذكيرهم، ولو كانت المنفعة يسيرة قليلة جدا يعني نستمر معهم. إذا لم تكن هناك منفعة ولم يكن هناك شيء أو نتيجة نتركهم ونذهب إلى مكان آخر، ندعو غيرهم. ولذلك قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندما ذهب إلى الطائف، ترك أهل مكة وكفرهم وضلالهم وذهب إلى الطائف، لأنه كان يدعوهم ما في فائدة ما في منفعة، ثم بعد ذلك ترك الطائف وترك مكة وذهب إلى المدينة. فالداعية والمعلم ينظر، إذا كان الوقت سيذهب في مكان ما السنة والسنتين والثلاث سنوات ما في فائدة، ما في، الناس لا يسمعون لا يهتدون لا ينتفعون، انتقل إلى مكان آخر إلى طلاب آخرين لعل الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الآيات تحمل معنيين، فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر سواء انتفع الناس أو لم ينتفعوا. المعنى الثاني فذكر إن كانت هناك منفعة ذكرهم، أما إذا لم تكن هناك منفعة اتركهم. ومن يهاجر في سبيل الله هاجر إلى مكان آخر، انتقل إلى مكان آخر حتى يستفيد منك الآخرين، لأنه قد يعني تظل في مكان وأنت عالم وأنت عندك معلومات وعندك يعني لسان تستطيع أن تشرح وتبين وتوضح وتوعظ الناس وتوصيهم، وأنت في مكان لا يستفيد منك أحد. ولذلك في الآية في قصة نوح وقال ربي قال ربي لا الآية الأخيرة أي وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن هنا وصل نوح إلى مرحلة أنا دعوتهم لكن لا ينتفعون، ما في منفعة، إما أنك تأتي إلي بقوم آخرين أو أنك تهلك هؤلاء الناس تهلكهم. يعني إن ظل الإنسان يعني في 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 جهة واحدة يدعو ويدعو ويدعو ويخرج آخر العام ما في فائدة ما في ثمرة، طيب يعني جهدك هذا صحيح كتب لك الأجر من الله سبحانه وتعالى، لكن قد ربما هناك بعض الناس يحتاجون إليك ويستفيدون منك والثمرة ستكون أكبر. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، بهذه الذكرى سيذكر الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، قريب من الله، الذي يخاف الله، الذي يريد أن يتعلم، الذي سيتذكر ويستفيد وينتفع، ويتجنبها الأشقى ويترك هذه المجالس ويترك مجالس العلم ويترك المسجد ويترك حلقات القرآن ويترك الخير الأشقى لا يحب. إذا سمع أن هناك حلقة، إذا سمع الأذان، إذا سمع القرآن، إذا سمع الموعظة لا يحب، لا يريد، يشعر بالقلق والضيق. هذا يعني عليه أن يحاسب نفسه، عليه أن يحاسب نفسه، أين أنت من الإيمان، أين الإيمان منك؟ وسيجنبها الأتق
أشقاء الذي يصلى النار الكبرى. يصلى أي يذوق، يتذوق، يصلى أي رسى، يعني يذوق يتذوق، يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيها ولا يحيا، نعم. أيضا أهل الجنة في الجنة لا يموتون فيها، لا يموتون، لكن أهل النار ليس لا يموتون ولا هناك حياة طيبة. شوف المعنى في القرآن، لا يموتون فيها ولا يحيا، يعني هم في عذاب، لا ليس هناك موت وليست هناك حياة طيبة والعياذ بالله. ثم لا يموتون فيها ولا يحيا. ثم قال الله تعالى قد أفلح من تزكى، من زكى نفسه واختار الطريق الصحيح والإيمان والتقوى، أفلح وطاب ونجح في هذه الحياة. من تزكى، من زكى نفسه، من طهر نفسه من الأمراض القلبية والمعاصي وعمل المعاصي، طهر قلبه من الحسد والغل والغيظ والضغينة وكره الآخرين وحمل الأحقاد والكراهية على الآخرين، وطهر نفسه، قد أفلح ونجح. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، وذكر اسم الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، وذكر اسم الله. يا إخوة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكر الله سبحانه وتعالى على كل الأحوال وفي كل الأوقات. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. هذا الإنسان المفلح، وأولئك هم المفلحون، يعني مفلح في الدنيا والآخرة. ولذلك يا إخوة الإكثار من الذكر. قد أفلح، وعد من الله سبحانه وتعالى، من تزكى وذكر اسم ربه، ذكر الله على لسانك. المؤذن يؤذن تابع الأذان، ما بين الأذان والإقامة الدعاء، تلاوة القرآن، الذكر. يا إخوة نحن فينا جفاء، نحن نعيش في جفاء، نعيش أحيانا تظل تعلم القرآن وتعلم الطلاب وتعلم، لكن ما نزكي أنفسنا. نحن بحاجة إلى تزكية النفس، نربي أنفسنا، فينا غفلة عن أنفسنا، عن أنفسنا. كم قرأنا من آيات وتدبرنا هذه الآيات، آية تقف أمامها، تقف تكررها وتقف وتدمع عينيك، كم؟ أحيانا نحن بحاجة إلى أن نملأ الفراغ الذي في قلوبنا، الخلوة مع الله سبحانه وتعالى، قيام الليل، نسهر إلى الساعة 12 وإلى الساعة 1 وننام إلى الفجر ونصلي الفجر، أين أنت من قيام الليل؟ وذكر اسم ربه، قد أفلح، قد أفلح. ولذلك يا إخوة يعني ما أقدمه أنصح نفسي به وإياكم، أن كل واحد منكم يكون له ورد من القرآن كل يوم، كل يوم، ولو حتى ورقة واحدة في اليوم، لا يذهب اليوم ولم تراجع فيه، أو تفتح المصحف، تفتح المصحف واقرأ، اقرأ. ننشغل بأشياء كثيرة ودنيا وكذا، يا أخي افتح المصحف كل يوم، هذا ورد بينك وبين الله. اقرأ نصف جزء، ربع، صفحتين، ورقتين، جزء، كل يوم، كل يوم، ليس في الأسبوع مرة، في الثلاث أيام مرة. نحن يا إخوة أهل القرآن، ونحن بعيدين عن القرآن، نحن أهل القرآن، نعمل كل الواجبات التي كلفنا بها، اذهب، ارجع، اكتب، تكلم، وننسى أنفسنا، ننسى أنفسنا. أين نحن من القرآن؟ وأين نحن من المراجعة؟ فلذلك يا إخوة المراجعة، الذي قد حفظ 30 جزء، اتق الله في المراجعة. أين أنت؟ أنت في معهد القرآن، في معهد القرآن. تصور خرجت إلى مكان آخر، هل ستراجع؟ إذا كنت في معهد القرآن فكيف بك إذا خرجت وعملت في مكان آخر؟ لن تراجع. فاستغل الفرصة، أنت الآن عمرك 30، 25، 20، 35، ما زلت صغيرا، تستطيع أن تراجع ويتقن. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، فقط ذكر الله. انظر إلى ما أسهل هذه العبادة وتحصل على الفلاح. قد أفلح لماذا؟ من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى.
فصلى الصلاة يؤدي الصلاة في وقتها، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، هنا يا أخوة الغفلة تأتي هنا، تؤثرون تقدمون الحياة الدنيا، نقدمها على كل شيء، هناك دنيا وهناك آخرة، نقدم الدنيا، نشتري الدنيا فقط، نريد الدنيا، نريد راحة النفس، نريد ما تشتهيه النفس، نريد الهوى، نريد يعني ما تمليه نفوسنا فقط، نملأ هذا الجانب، لكن الجانب الروحي، جانب العبادات، جانب يعني الجانب الروحي فارغ. ولذلك وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله، يعني الإنسان السعيد من جمع بين الدنيا والآخرة. تعيش في الدنيا كأنك يعني تعيش أبدا، وفي الآخرة كأنك تموت غدا، يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن كل الأعمال التي نؤديها تكون سبيل إلى الآخرة، تكون منها طريقنا إلى الآخرة، تكون منها ذكرى إلى الآخرة، تكون منها زاد إلى الآخرة. ونستطيع أن نوظف هذه الأشياء التي نعملها، نقوم بها من أعمال وتكاليف ووظائف، نستطيع أن نوظفها للآخرة، تكون طريقنا إلى الآخرة، سبيل إلى الآخرة. لا نقطع الآخرة، لا نقطعها أبدا، لأن كلنا بضاعة للآخرة، كلنا. ولذلك لا ننسى الجانب الأخروي أبدا، لا ننسى الجانب الأخروي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير، والآخرة خير، انظر إلى تقارب اللفظ، آخرة خير وأبقى، هي التي تبقى، هي التي تدوم، هي التي ليس فيها موت، هي الحياة خالدين فيها أبدا. أما هذه الحياة هي حياة قصيرة. والآخرة خير وأبقى إن قد بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف إن هذا يا إخوة إن هذا إن هذا هذه الآيات قال العلماء إن هذا الإشارة تعود إلى قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا القول من قوله تعالى فذكر إن هذا لفي الصحف الأولى موجود في الصحف الأولى وأوصى بها الأنبياء والمرسلين من قبلنا والمعنى الآخر إن هذا من قوله تعالى من أول السورة سبح اسم ربك الأعلى يعود الإشارة تعود إلى أول السورة إلى هذه الآية من قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى إلى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ما الذي في صحف إبراهيم وموسى؟ ما هي الآية الأخرى في السورة الأخرى التي تبين ماذا يوجد في هذه الصحف؟ في أي سورة ذكر هذا الأمر؟ ذكر هذا الأمر في سورة النجم. في سورة ماذا؟ النجم، قوله تعالى أم لم ينبأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ما هو؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. هذا هو المعنى لهذه الآية موجود في سورة ماذا؟ موجود في سورة النجم صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. بارك الله فيكم. هذا يعني تذكير بسيط ومختصر لمعاني هذه السورة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خير. Thank you.